وقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق صباح يوم الثلاثاء بمقر الوزارة عقد إدارة مع شركة RATP الفرنسية العالمية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما. حضر التوقيع كل من وزير النقل الفريق كامل الوزير والسفير الفرنسي بالقاهرة واللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وممثل الشركة الفرنسية وقيادات وزارة النقل. هكذا تحدث الفريق كامل الوزير عن التعاون مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق. عندنا خطة طموحة جدا لتطوير قطاع مهم جدا عندنا في مصر وهو قطاع النقل الحضري وخاصة داخل القاهرة الكبرى وإسكندرية إن شاء الله وما يأتي من محافظات نقدر نطبق فيها هذا النمط من النقل الحضري. بنتوسع أو عندنا خطة طموحة كبيرة جدا في النقل الحضري أو تطوير النقل الحضري سواء التطوير ما هو قائم دلوقتي زي ما قلت الخط الأول والخط الثاني للمترو أو إنشاء خطوط جديدة سواء للمترو أو زي ما قلت للأرتي أو المينوريل أو ترام الرمل أو مترو أبو قير. نستعين بخبرات عالمية مشهود ليها بالكفاءة والإدارة عشان تدير هذا الخط كنموذج قابل للتطبيق بعد كده في الخط الأولاني والثاني أو أي خطوط مترو بيتم إنشاء. دي حاجة. الحاجة الثانية زي ما قلت لحضرتك إن لازم بشارك المصريين في التدريب، بشرك المهندسين، بشرك الفنيين، بخليهم يكتسبوا بيبتدوا مما انتهى منه الآخرون. خبرة برضو بالمترو من سنين طويلة، ونحن يعني مسؤوليتنا هي نجيب الخبرة اللي اكتسبناها بأماكن مختلفة بالعالم حتى نوظفها مع الكوادر المصرية الموجودة هنا حتى نقدم خدمة يعني فعالة للجمهور المصري. قد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة RATP الفرنسية العالمية المتخصصة والتي تدير المترو في عدد من العواصم العالمية مثل باريس ولندن للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لمدة 15 عاما وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين. مشروع جديد وإنجاز جديد بيتم تنفيذه لأول مرة في مصر بين الجانب المصري والجانب الفرنسي بيضرب عصفورين بحجر، الأول إدارة تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، والحجر الثاني هو اكتساب الخبرة لدى الجانب المصري لتشغيل وإدارة المترو بشكل كامل بأيادي مصرية في المستقبل القريب. من وزارة النقل كامل يوسف CTV.